النهاردة الرئيس افتتح زي ما قلت لحضراتكم 19 مشروع نفذتها القوات المسلحة في أكتر من مجال، في الطرق، الكباري، الخدمات العامة والإنشاءات. ده تم من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. تم الافتتاح من خلال شبكة الفيديو كونفرنس من قاعة مناسبات مسجد المشير طنطاوي بالقرية الأولمبية للدفاع الجوي، اللي تم برضو افتتاحه ضمن المشروعات. تكلفة إجمالي المشروعات وصلت ل 3.5 مليار جنيه. الرئيس في البداية طلب من الحاضرين ان هم يقفوا دقيقة حداد على ارواح شهداء مصر اللي ضحوا بارواحهم في سبيل الوطن عرفانا وتقديرا ليهم في ذكرى يوم الشهيد، الذكرى اللي بتوافق طبعا 9 مارس من كل سنة. معانا تقرير او نتابع مع حضراتكم معظم المشروعات اللي تم افتتاحها النهاردة، نشوفها مع حضراتكم ونرجع مرة تانية. كلفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 19 طريق رئيسي بإجمالي أطوال 1706 كيلومتر، تشتمل على 30 كوبري سيارات و11 نفق و213 عمل صناعي ضمن المرحلة الأولى من خطة الطرق الاستراتيجية بإجمالي 3438 كيلومتر، وقد بلغ متوسط نسبة التنفيذ 40% حتى الآن. ويشتمل المشروع على استكمال تطوير طرق ربط مدينة القاهرة بمحور قناة السويس وموانئ التصدير، وأهمها استكمال تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية بورسعيد من محطة الرسوم بكيلومتر 86 بطول 102 كيلومتر، تطوير المرحلة الثانية من طريق القاهرة السويس بطول 34 كيلومتر، ولدفع مسيرة التنمية بسيناء جاري تطوير طريق العريش رفح بطول 40 كيلومتر، وإعادة إنشاء طريق طاب النقب بطول 28 كيلومتر، وإعادة إنشاء طريق وادي وتير بطول 103 كيلومتر، تطوير طريق الإسماعيلية العوجة بطول 211 كيلومتر لخلق محور تنموي بوسط سيناء ليربط مجموعة أنفاق شمال الإسماعيلية ومدينة الإسماعيلية الجديدة بميناء العوجة البري على الحدود الدولية الشرقية، مرورا بمناطق التعدين والصناعات الثقيلة وسط سيناء. تطوير طريق شرق بورسعيد الأنطرة شرق الإسماعيلية الجديدة رأس سدر بطول 134 كيلومتر للربط بين مشروعات تنمية محور قناة السويس، وأهمها ميناء شرق بورسعيد ووادي التكنولوجيا بمدينة إسماعيلية الجديدة والمناطق السياحية برأس سدر وكذا مخارج الأنفاق.